تتواصل أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لليوم الثاني. تعمل القافلة على مدار يومين بمختلف التخصصات الطبية، ويتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. أولى فعاليات القافلة الطبية بالقصير، يمكن مجهود رائع بيقدمه كل فريق محافظة البحر الأحمر في قدرته على التنقل بين كل مدينة والأخرى رغم صعوبة وبعد المسافات. منظمين قافلة طبية في قرية الحمراوين بمدينة القصير. النهاردة اليوم الأول من فعاليات القافلة. الخدمات اللي بتقدمها القافلة هي توفير الخدمات الطبية المتكاملة والمتميزة لجميع أهالي وسكان المدن والقرى. هدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبعا هو توفير الخدمات للأماكن الأكثر احتياجا والأكثر فقرا. الخدمات الطبية بتضم أننا بنوقع الكشف من خلال مجموعة من الاستشاريين بجميع التخصصات. بنقدم خدمة للمريض مجانا، عندنا أكثر من 100 صنف بيخدم كل التخصصات الطبية. المريض بيقوم بالكشف الأول وبعد كده بيقوم بعمل التحاليل اللازم ويجي يصرف العلاج من عندنا كله بالمجان.